سوق العمل صباح الخير. فرص كتيرة معنا اليوم. الفرصة الأولى ضمن المنطقة بين بترون وطرابلس، حيث مطلوب مهندس بايوميديكال مع خبرة 4 سنين للعمل بمجال السيلز وتكنيكال سابورت. لكل المهتمين اتصلوا على 70-558-778. منروح على فيردان، حيث مطلوب صبية للاهتمام بالأظافر ضمن بيوتي لونج. لمزيد من المعلومات التواصل على 03-100-486. أما ببعبدة مطلوب عمال تنظيف شباب، مواصلات مأمنة والراتب $350. تفاصيل أكثر عبر واتساب على 76-803-980. فرصة جديدة لسينيور أكاونتنت مع خبرة فوق 7 سنين وشهادة جامعية، ولوجيستكس أوفيسر مع خبرة بين 4 و5 سنين وشهادة جامعية ولغة عربية وإنجليزية قوية. الإيميل hr@jat-sal.com. وبطرابلس مطلوب عامل توضيب وسائق دراجة وعامل نظافة وحارس أمن وعامل غسيل ملابس مع خبرة. إذا مهتمين بأي من هذه الفرص اتصلوا على 70-70-37-50. ننتقل لفرصة عمل جديدة بالحمرة، حيث مطلوب موظفي فالي باركينج للعمل بأوتيل. رقم التليفون للتواصل 81-521-804. أما بالروشة مطلوب موظفة صندوق للعمل بمطعم بدوامات مختلفة والراتب $450. بتقدروا تتواصلوا على 78-945-414. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل يلي هو m.khalaf@aljadeed.tv. بتقدروا تراسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هذا كان كل شيء من سوق العمل، وعودة لفقرات صباح اليوم.